السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد عبد الغني، قناة السباكة والأعمال الصحية. اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن تنظيم شغل موتور المية باستخدام الأوتوماتيك والبالونة، يعني ازاي لما تفتح الحنفية الموتور يشتغل ولما تقفلها الموتور يفصل، واتكلمنا عن ايه فايدة البالونة بالنسبة لموتور المية. وهيكون ان شاء الله في فيديو تاني لموضوع الأوتوماتيك وأعطاله، بس هنأجله شوية ونتكلم النهاردة عن جهاز الفلوماك. الفلوماك ده جهاز بديل لنظام البالونة الأوتوماتيك، يعني برضه بينظم شغل موتور المية عشان لما تقفل الحنفية يقفل ولما تفتحها يشتغل، مع وجود بعض الاختلافات في النظامين لاختلاف آلية عمل كل جهاز منهم عن التاني. يعني الأوتوماتيك ده جهاز ميكانيكي بالكامل، أما الفلوماك ده جهاز ميكانيكي وإلكتروني. هنبدأ بفك الجهاز والتعرف على الأجزاء بتاعته، وبعد كده هنشرح آلية شغله. ده الجهاز اللي معايا النهاردة، طبعا أنا كنت فكيته مسبقا عشان اختصار الوقت. في أجهزة تانية أشكال مختلفة، لكن كلهم في النهاية نفس السيستم، يعني نفس اللي بيتقال على ده هو نفس اللي بيتقال على غيره، وكلهم نفس المبدأ في الشغل. هنقول إن الفلوماك ده جزئين، جزء الخاص بالكهرباء وجزء الخاص بالمية، وهما منفصلين عن بعض. يعني المسامير دي هتفصل جزء الكهرباء عن جزء المية كده. كده ده الجزء الخاص بالكهرباء، ما بتدخلوش المية نهائي، وده الجزء الخاص بالمية. الاتصال ما بينهم بيكون عن طريق مغناطيسات بتتحرك هنا، المجال المغناطيسي بيؤثر على الجزء الكهربائي ده، بناء عليه بيبدأ يوصل أو يفصل الموتور. هنتكلم عن كل جزء منهم ونوضح هو بيشتغل ازاي. أولا الجزء الإلكتروني ده، لاحظ حضرتك ان هو مغلق باحكام حتى بعد ما فكنا المسامير بتاعته، وبيكون هنا فيه كاوتش مطاط عشان تعزل الدايره الكهربائيه عن الرطوبه وعن الميه. نفس الشيء هنا، يعني لو فكيت مداخل الكهرباء دي بتاعته هتلاقي فيه كاوتشه مطاط تانيه برضه عشان تمنع الميه انها تدخل جوه، لان الرطوبه هتاثر تاثير بالغ على شغل الدايره الالكترونيه. هنبدا نفك. دي أجزاء تثبيت، يعني الحاجات اللي فكناها دي كده أجزاء تثبيت. كده أصبحت دي علبة بلاستيك فارغة ما فيهاش أي مكونات. المكونات اللي جواها، الجزء المهم جدا فيها هنا الجزئية دي، ده حساس إلكتروني، في موجود منه اتنين، واحد هنا واحد تاني في الخلف في الطرف هنا. الحساسين دول مجرد ما يتحرك فيهم مجال مغناطيسي بيؤثر تأثير بتستجيب ليه الدايرة بطريقة ما في الفصل والتشغيل. تحرك المجال المغناطيسي ده بيكون عن طريق مغناطيسات موجودة في الجزء ده من الداخل بتحركها المية. يعني لو جبنا جهاز قياس زي كده وهنوصل على واحدة منهم مثلا كده وكده، لاحظ حضرتك القرايه في الوضع الحالي، ولاحظ لما تقرب المغناطيس تلاقي ان القرايه بتتغير. يعني دول جزئين لرصد حركه المغناطيس اللي بتحركوا الميه، بناء على رصد الحركه دي يبدا ان في استجابه هنا من الدايره في الفصل والتشغيل. نتكلم دلوقتي عن الجزء الميكانيكي او الجزء بتاع المية في الجهاز اللي هو قدامنا ده. في فتحة دخول للمية، فتحة خروج، عداد قياس الضغط لما نفتح الجسم عشان نشوف اللي في الداخل، دي فتحة الدخول بتاعة المية، هنا فتحة الخروج. دخول المية بيؤثر في ثلاث حاجات، هنا ده سموم عدم الرجوع، المية وهي داخلة بتحركه للأمام فبيفتح للمية إنها تمشي في مسارها الطبيعي، لكن في حالة إذا الموتور فصل حقق الضغط بتاعه فصل، المية بفعل وزنها هتكون عايزة ترجع تاني للخلف، فدي بترجع تقفل الفتحة عشان تحتفظ بالضغط اللي الموتور ضغطه. الحاجة التانية ده حساس تدفق للمية، بيتحرك لما المية تكون متحركة في الخط، في حالة عدم حركة المية بيكون هو بفعل وزنه راجع للخلف زي ما هو، في حالة وجود المية بيتحرك للأمام. بيتحرك معاه مغناطيس متثبت عليه في الجزء الأسفل ده، هنا كده في دي الجزء ده كده مغناطيس، ده بيؤثر في الدايرة اللي هي بتكون في وضعها محطوطة كده، يبقى هنا حركة المغناطيس بتؤثر
الحساس اللي موجود في الدايرة من الخلف. الحاجة التالتة اللي بتحركها المية هنا هو ده قطعة كاوتش عليها عمود عليه مغناطيس، يعني العمود ده بالداخل هنا فيه مغناطيس بيجتذب الحديد، واللي هو بيؤثر في الحساس التاني في الدايرة. ده لما بيتحرك بيتحرك هنا وبالتالي بيؤثر في الحساس التاني ده. طيب، وهنا ده زنبرك أو سوسة الضغط بتضغط على ده عشان في حالة وجود المية الكاوتشة دي هتتنفخ للخلف، هتبقى كده. في حالة عدم وجود المية ده بيرجعها لوضعها القديم تاني للأمام. وضعية القطعة دي اللي هي نفسها وضعية المغناطيس، الدايرة بتتأثر بوضعية المغناطيس تبعا لوضعية المية، وبالتالي الدايرة بتترجم الكلام ده لفصل أو تشغيل الموتور. أظن لغير المختصين الشرح بالطريقة دي ما وصلش المعلومة كويس، لكن هتوصل كويس إن شاء الله لما نتكلم بالجرافيك دلوقتي. ده شرح بالجرافيك لنفس الكلام اللي كنا بنقوله عن الجهاز، لكن الجرافيك بيدي إمكانيات للشرح أحسن من التصوير، لأن في التصوير مش هنقدر نظهر الأجزاء جنب بعضيها من غير ما نفكها، لكن في الجرافيك هنقدر نخفي مثلا جسم الجهاز بالشكل ده عشان نشوف الأجزاء اللي في الداخل بترتيبها وهي جنب بعضها، وهنقدر نشوف القطع اللي بتكون في داخل غرفة المية بوضوح أثناء شغلها، يعني هيكون بالشكل ده. ده صمام عدم الرجوع اللي بيسمح بدخول المية للجهاز ولا يسمح برجوع المية في الاتجاه الآخر، يعني المية وهي داخلة هتدفع الجزء ده للأمام، وبعد ما الموتور يحقق الضغط المطلوب منه هيفصل، هتبدأ المية بفعل وزنها إنها تاخد اتجاه الرجوع مرة تانية، ساعتها الجزء ده هينزل تاني عشان يقفل على المية، وبالتالي ما يحصلش فقد للضغط اللي الموتور حققه. تاني حاجة النحاسة اللي موجودة في فتحة الخروج، النحاسة دي بيكون متثبت عليها مغناطيس، وهي شغلتها إنها مراقب لتدفق المية، يعني في حالة عدم وجود تدفق للمية القطعة دي بفعل وزنها هتكون هنا في الوضعية اللي هي عليها. في حالة وجود تدفق يعني في مية وفي حد فاتح الحنفية، القطعة دي بفعل حركة المية هتكون بالوضع ده، وده تغير لوضع المغناطيس بتحس بيه الدايرة الإلكترونية وبتترجمه على إن كده في حنفية مفتوحة وفي تدفق للمية حاصل. طيب إزاي الجهاز هيفرق بين الحالتين لما تكون المية مقطوعة أو لما يكون محدش فاتح الحنفيات؟ وفي كلا الحالتين النحاسة دي بالمغناطيس بتاعها هتكون في الوضع ده. التفريق بيكون عن طريق المغناطيس التاني، لأن في حالة وجود المية مع عدم وجود تدفق، عدم وجود تدفق يعني دي هتكون تحت هتكون بالشكل ده، وجود المية هيخلي المغناطيس ده بالكاوتشة اللي هي بتحركه هيرجعوا للخلف شوية، يعني هيبقوا بالشكل ده، وده هتقراه برضو الحساسات اللي موجودة في الجهاز على إن مجموع الوضعيتين دول ده يساوي وجود مية ولكن بضغط قليل، وده اللي هيترجمه الجهاز إلى تشغيل المضخة، يعني في وضع ما تكون المغناطيسات بالشكل ده الجهاز لازم يوصل الكهرباء للمضخة عشان تشتغل. لما الكهرباء هتوصل للمضخة الجزء ده بتاع مراقبة التدفق هيطلع للأعلى، وده بفعل الضغط الزيادة هيتقدم للقدام كتير. هنا بتفهم المضخة إن كده الجهاز حقق الضغط بتاعه. طيب طول ما في حد فاتح حنفية ده هيفضل على وضعه بالشكل ده، يعني كده الجهاز ده عمره ما هيفصل طول ما في حد فاتح الحنفية. طيب لما الناس تقفل الحنفية ده هيرجع يبقى بالشكل ده، يبقى هنا مفيش تدفق لكن في ضغط موجود، ساعتها الجهاز هيفصل الكهرباء عن الموتور. طيب في حالة عدم وجود مية ايه اللي بيحصل؟ بيكون مفتاح التدفق ده على الوضعية دي تحت بفعل وزنه، ودي بفعل ضغط السوستة هنا هتكون للأمام على الآخر بالشكل ده. هنا بيفهم الجهاز إن كده مفيش مية، لأن لو في مية حتى لو مفيش تدفق لو في مية موجودة دي لازم ترجع للخلف كده شوية بفعل الضغط. هنعمل تجربة عملية على الكلام ده، هنجيب الدايرة الإلكترونية ونوصل لها كهرباء ونشوف إيه اللي بيحصل في الأوضاع المختلفة. دلوقتي هنتكلم عملي عن إزاي الجهاز بيوصل الأوضاع المختلفة للمغناطيسات واللي بتحركها المية، وبناء عليها بيوصل ويفصل المضخة، وإزاي بيكتشف انقطاع المية. وهنا هيلزم إننا نشرح لوحة الجهاز واللمبات والمفتاح اللي موجودين على الواجهة. طبعا ترتيب اللمبات ديت بيختلف من جهاز لجهاز تاني،
يعني عندنا هنا في الجهاز ده اللمبه الاولى اللي هي باور اون دي، اللي هي بتشير الى ان الكهرباء واصله للجهاز وبتكون منوره طول الوقت، سواء المضخه شغاله او فاصله او حتى لو مفيش ميه والميه مقطوعه مش موجوده. اللمبه التانيه هنا اللي هي بامب اون دي بتنور بس لما يكون الجهاز موصل الكهرباء للموتور، ولما الجهاز يفصل الكهرباء عن الموتور اللمبه دي بتفصل. اللمبه التالته اللي هي فيلور، ودي بتنور لما يكون الجهاز فاهم ان كده مفيش ميه وان الميه مقطوعه، ساعتها هيفصل الكهرباء عن الموتور بعد 7 ثواني تقريبا من اكتشافه عدم وجود ميه. كده باقي مفتاح الستارت، وده بتحتاجه في الجهاز القديم وفي الجهاز الجديد. في الأجهزة القديمة كان لو الجهاز اكتشف إن مفيش مية كان بيفصل الكهرباء عن الموتور ويفضل فاصل لحد ما تيجي أنت يدوي وتضغط على مفتاح الستارت ده، ساعتها الجهاز يبدأ يعيد الشغل تاني ويبدأ يرصد فيه مية ولا لأ، وبعدين يدي توصيل للمضخة أو يفصل تاني. لكن الأجهزة الجديدة بتعمل أوتو ريستارت لنفسها وبتكتشف وجود المية لوحدها وتشتغل تاني. طيب كده ايه أهمية مفتاح الستارت ده في الأجهزة الجديدة إذا كانت هي بتكتشف وجود المية لوحدها وبتعمل أوتو ريستارت لنفسها؟ أولاً مفتاح الستارت ده بيلغي التحكم الأوتوماتيكي وبيديك إمكانية إنك تتحكم يدوي في المضخة، يعني طول ما أنت ضاغط على مفتاح الستارت أنت لاغي التحكم الأوتوماتيكي للجهاز وبتشغل الجهاز يدوي من عندك، وده بتحتاجه في حالة المواتير اللي هي بتسحب من مية جوفية، مواتير التحضير الذاتي. لان لو سبت الجهاز يشتغل اوتوماتيك الموتور بيكون محتاج وقت مثلا ما يقلش عن دقيقه عشان يعمل تحضير ذاتي لنفسه، والتشغيل الاوتوماتيكي مش هيتيح الكلام ده. التشغيل الاوتوماتيكي بمجرد ما انه ما لقاش ميه حاره بعد 7 ثواني هيفصل الكهرباء عن الموتور، يبقى ساعتها بتحتاج انك تفضل مثبت ايدك على مفتاح الستارت لغايه لما الموتور يحضر ميه لنفسه. دلوقتي نوصل الكهرباء للدايره ونجربها عملي. دلوقتي هنوصل الكهرباء للجهاز ونشوف عملي شغله بيحصل ازاي. ده كده التوصيل المبدئي للجهاز، نور ال3 لمبات، لمبه باور بمعنى ان في كهرباء داخله من السلك داخله للجهاز، لمبه موتور اللي هو فصلها دلوقتي كان منورها ان الجهاز كان موصل كهرباء للموتور، وكان منور في نفس الوقت لمبه فيلور، لمبه رصد عدم وجود ميه، يعني هو كان شايف ان مفيش ميه موجوده، وصل الجهاز لمده 7 ثواني تقريبا، ولما ما لقاش ميه حضرت فصل الكهرباء عن الموتور. طيب هو حاليا ثابت على لمبه فيلور انها منوره، يعني هو كده خلاص شايف ان ما فيش ميه. لما يكون الجهاز شايف ان القطعه بتاعت مراقبه التدفق نازله تحت، يعني ما فيش ميه بتتحرك، زائد ان كمان الكاوتشه دي ما اتنفختش للخلف، لان الكاوتشه دي لو في ميه هتقاوم السوسته وترجع للخلف شويه، يبقى هنا اصبح ان في ميه. وطبعا لو في تدفق يبقى معناه ان في ميه، يعني انا دلوقتي دي اللي هي نازله تحت لو حركت الجهاز كده عشان القطعه دي تنزل للامام كده هيفهم ان في ميه، حتى لو دي ما اتنفختش، طالما في تدفق يبقى هنا اصبح ان في ميه، اللي هو هنعمله يدوي حالا. لو انا ميلت الجهاز للامام هتلاقي اللمبه دي على طول اتطفت، كده هو فاهم ان في ميه وان في تدفق ميه ولكن بدون ضغط عشان دي مش منفوخه، اللي هو هنعمله حالا دلوقتي كده اهو. لما ميلنا صمام التدفق للامام طالما في تدفق يعني في ميه هي اللي بتتدفق كده، نور الكهرباء كده، وصل الكهرباء للموتور عشان يضغط ميه. طيب الموتور لما يضغط ميه ايه اللي هيحصل؟ ان الكاوتشه دي هتتنفخ وتطلع قدام. طيب هتتنفخ وتطلع قدام والناس فاتحه الحنفيه دي حاجه، هتتنفخ وتطلع قدام والناس قافله الحنفيه حاجه تانية. لو الناس قفلت الحنفيه يبقى الصمام ده هيرجع للخلف، ولو هتتنفخ وتطلع قدام والناس فاتحه الحنفيه يبقى مش هيغير الوضع اللي هو عليه دلوقتي، لان طول ما في ده تدفق يعني في ناس فاتحه الحنفيه مش هيفصل خالص. عشان الموتور يعتبر، عشان الجهاز يعتبر ان الموتور كده ضغط ويفصل عنه الكهرباء، لازم تكون الكاوتشه اللي تحت ديت اتنفخت وصمام التدفق على وضع تحت، يعني محدش فاتح حنفيات. ده اللي احنا هنعمله يدوي دلوقتي، هننفخ او هنحرك الكاوتشه وننزل صمام التدفق، وقتها الجهاز هينور اللمبه الخضراء بس، لانه هيعتبر ان كده الحنفيات مقفوله مفيش تدفق، ان الميه موجوده ومضغوطه فمش هينور، لان الميه موجوده مش هينور اللمبه الحمراء، ولان الميه مضغوطه هيطفي كمان اللمبه الصفراء ديت اللي هي بتاعه الموتور اللي هنعمله دلوقتي حالا.
هنرجع دي، هنرجع الكاوتشه دي للخلف كده، اللي هيفهمه الموتور ان كده في ضغط، ان الميه مضغوطه، اللي هو ده كده دلوقتي، دي رجعت للخلف كده كتير، هو فاهم ان الميه مضغوطه، لكن فاهم ان لسه الحنفيه مفتوحه لان صمام التدفق ده على فوق الميه، هو فاهم كده كان في ميه بتتحرك. لو رجعنا صمام التدفق ده تحت لازم يطفي اللمبه دي ودي، يفضل منور اللمبه الخضراء بس اللي هنعمله دلوقتي حالا. اهو ده كده حصل بعد 5 ثواني تقريبا، ما رجعنا وضع مفتاح التدفق. طيب كده مفتاح التدفق مفيش حنفيات مفتوحه، لو اعتبرنا ان في حنفيه مفتوحه يبقى المفتاح ده هيطلع قدام، يعني لو انا ميلت الجهاز مره تانية لقدام عشان صمام مراقبه التدفق يطلع للامام يبقى شايف كان في تدفق ميه، كان حد فتح الحنفيه، لازم الجهاز يوصل اللمبه بتاعه الموتور اللي هو هيبقى كده، ده اللي حصل. طيب كده في تدفق، عايزين نفهم الجهاز كأن الميه قطعه، لما تكون الميه قطعه يبقى دي لازم تطلع قدام بفعل الضاغط، ولان مفيش ميه بترجعها للخلف، وان ما يكونش في تدفق كده يبقى الميه قطعه مفيش تدفق، وان دي مضغوطه للامام مفيش ميه بترجعها للخلف، يبقى كده هو فاهم ان الميه قطعه، وده اللي هنعمله دلوقتي. دي كده دخلت للامام، وهنلغي التدفق بان احنا نرجع مفتاح التدفق ده للخلف كده اهو، نور اللمبه الحمراء كده، فهم ان مفيش ميه، يعني لازم يفصل الكهرباء عن الموتور دلوقتي، ده اللي حصل. اتمنى كده ان شاء الله الفكره تكون واصله للناس، معلش الموضوع ممكن يكون صعب لان احنا بنتكلم في الكهرباء وفي ميكانيكا شغل الجهاز، وفي ناس ممكن ما يكونش عندها خلفيه بالموضوعات ديت، لكن انا لقيت ان المحتوى العربي تقريبا مفيش فيه موضوع شامل عن موضوع الفلوماك، فان شاء الله يكون ده الموضوع الاول لينا عن الفلوماك، وان شاء الله هيكون في موضوع تاني نكمل فيه كلامنا عن الفلوماك. اتمنى لو الحلقه عجبتك تعمل لايك، ولو حابب تدعمني اعمل مشاركه للموضوع عشان يوصل لاكتر عدد من الناس، وعشان اليوتيوب ينزله في نتائج البحث الاولى، وبكده تبقى عملت لي خدمه كبيره جدا. ولو الفيديو ما عجبكش وحابب تعمل ديسلايك، اتمنى انك تعمل لي كمان تعليق عشان يوضح لي ايه الحاجه اللي ما عجبتكش، وبالتالي اتجنبها ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية، واقدر احسن من محتوى الموضوعات اللي انا بقدمها. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احمد عبد الغني.